السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء بعائلتكم عائلة أكاديمية القمامة الطبية. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم راح نشرح المحاضرة الرابعة مع الفارماكولوجي بعنوان Sedative Hypnotic Drugs. كلمة Sedative جاية من Sedation. Sedation معناه أنه هاي مواد مخدرة، معناه راح تقلل القلق عند البيشنت، راح تقلق نوعا ما من الوظائف الإدراكية من الكوجنيتيف فانكشن مالته، فنصح لها مواد مخدره. الهيبنوتيك هي مواد منومه وتسوي دوخه. غالبا اكو ادويه هي تسوي شغلتين، يعني تخدر وتنوم المريض مالتنا. محاضره مهمه ان شاء الله راح نشرحها بسهوله، راح تشوفوها ان شاء الله محاضره سهله. قبل ما نبدي بالمحاضره اكو كم شغله، واكو ريسبتر واحد، يعني احنا الميكانيزم مال الادويه اللي راح نذكرها بهاي المحاضره كلها تعتمد على هذا الريسبتر. فأنا ايش راح اسوي؟ راح اشرح لكم هذا الريسبتر بالتفصيل الممل في بدايه المحاضره حتى احنا اثناء تسلسلنا بالكلام راح يكون واضح. احنا نعرف يا شباب، صار عندنا واضح انه اكو فد شيء اسمه بري سينابتيك نيورون، واكو فد شيء نصيح له البوست سينابتيك نيورون. قلنا النيورو ترانسميتر بالمحاضره الاولى مال البايوكيمستري اللي ان شاء الله المفروض هسه نزلت لكم، قلنا اكو النيورو ترانسميتر النواقل العصبيه على انواع. واحد من النواقل العصبيه اللي يهمني في هاي المحاضره نصيح له جابا. شو نصيح له؟ نصيح له جابا، اختصار لجاما امينو بيوتريك اسيد. جاما امينو بيوتريك اسيد، هذا الجابا راح يطلع من البري سينابتيك يروح يقعد على ريسبتر. هذا الريسبتر شنو اسمه؟ اسمه جابا ريسبتر، اسمه جابا ريسبتر. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية يا شباب، الجابا ريسبتر بأنواع، اكو جابا اي واكو جابا بي ريسبتر. زين، النقطة الثالثة راح نقول انه شنو نوع هذا الريسبتر. النوع مال هذا الريسبتر هو جي بروتين كابلد ريسبتر، جي بروتين كابلد ريسبتر. احنا اتفقنا انه الجي بروتين يعني الفاميلي مال جي بروتين كابلد ريسبتر هذول شو تكون؟ تكون ايونو تروبيك. وايضا بالمحاضرات السابقه قلنا شنو يعني ايونوتروبيك، معناها ريسبترات راح تدخل ايونات. فاذا انا بهاي المحاضره دا احكي عن النيورو ترانسميتر اسمه جابا، جاما امينو بيوتريك اسيد، يقعد على ريسبتر اسمه جابا ريسبتر. اكو نوعين اي وبي. النوع مال الريسبتر التايب نصح له هو جي بروتين كابلد ريسبتر، معناه هذا ايونوتروبيك، معناه راح يدخل ايونات. فيا اما نقول ايونوتروبيك او اسم الاخر نصح له ليجاند جيتد ايون شانل، ليجاند جيتد ايون شانل. زين، هاي ايش راح استفاد من عدها؟ معناها شنو؟ معناها ليجاند جيتد، ما احنا اتفقنا وانا شارح لكم هذا سابقا بس راح اعيد لكم اياه. الجيت، كلمه جيت يعني بوابه، ليجاند هو المفتاح مال البوابه. فاذا احنا راح نجي هنا نقول يابا هذا الجابا راح يجي يقعد على الريسبتر. الجابا من يجي يقعد على الجابا ريسبتر راح يفتح البوابه. فاذا هنا احنا من نقول ليجاند جيتد، ليجاند جيتد، هنا منو الليجاند؟ الليجاند اللي هو المفتاح مالتنا، الليجاند هو المفتاح. فهذا الليجاند او المفتاح من هو؟ هو الجابا. الجيت من هو؟ الجيت هو الريسبتر. هنا نغير اللون فراح يكون الجيت هو الريسبتر والليجاند هو المفتاح. فاذا بنقول لي ليجاند جيتد، فالليجاند نقصد به منو؟ نقصد به الجابا، والجيت البوابه نقصد به الريسبتر. فمن يقول ليجاند جيتد ايون شانل، فاحنا عرفنا الليجاند، عرفنا الجيت، بعد الايون شانل. هنا هذا الجابا ايش راح يسوي؟ الجابا من يقعد على الجابا ريسبتر راح تنفتح ايونا، راح تنفتح شانلز، هاي الشانلز راح تدخل كلورايد ايون. فاذا احنا عندنا النيورو ترانسميتر هذا اسمه جابا، جاما امينو بيوتريك اسيد، هذا راح يقعد على ريسبتر اسمه جابا ريسبتر. قلنا نوعين اي وبي. التايب مالته هو جي بروتين كابلد ريسبتر، معناه ايونوتروبيك. من يجي المفتاح يفتح البوابه راح تنفتح ايون شانل، راح يدخل من خلالها الكلورايد. الطالب الشاطر راح يعرف انا ليش تعمدت احط الشحنه السالبه مال كلورايد، لان هنا انا راح احتاج منك انت زين بالاكشن بوتنشال، واني حاط لك صوره مالته هنا.
احنا هنا خلي نرسم انه هنا احنا عندنا خليه سيل. شوف انا دا اشرح لك هذا حتى انت تفهم الميكانيزم مال ريسبتر، لان الفارماكولوجي هي عباره عن ريسبترات وميكانيزم، انت لازم تفهمها بعدين المحاضره راح تكون سهله علينا. انا بس اشرح لك هذا، انت تقدر تقرا المحاضره وحدك. فاحنا عندنا هاي السيل، احنا نعرف نورمالي بالفيزيولوجي من اخذته بالمرحله الاولى مال اكشن بوتنشال، الشحنه الغالبه في داخل الخليه هي شنو؟ هي شحنه سالبه. لذلك احنا من نرسم الاكشن بوتنشال نقول هو شنو؟ نقول هو سالب 70، بعدين يلا يوصل للموجب. ليش يوصل للموجب؟ يعني شو وصله من السالب 70 الى 40؟ لانه هنا دا يدخل الصوديوم اللي هو شنو؟ شحنته موجبه. فمن يدخل الصوديوم راح يوخره من سالب 70 الى 40 راح يصير اكشن بوتنشال. لكن هنا بحاله الجابا دا يدخل الكلورايد، الكلورايد شحنته سالبه وليست موجبه مثل الصوديوم. فاذا احنا اذا نرسم هاي الخليه مالتنا ونقول يا شباب ترى الكلورايد دا يجي يدخل الى الخليه، فاحنا ايش دا نزود بالخليه؟ دا نزود بالخليه الشحنه السالبه. زين، من نزود الشحنه السالبه فهاي السالب 70 ايش راح يصير؟ راح المخطط ينزل لي جوا، راح يصير بهذا الاتجاه، فراح نوصل سالب مثلا 90. فاذا احنا اذا نوصل الى سالب 90 راح يصير اكشن بوتنشال وما راح يصير؟ عفي عليك، اكشن بوتنشال وما راح يصير. فاذا احنا هنا من راح يدخل الكلورايد السالب الى داخل الخليه راح يزود الشحنه السالبه، اذا راح نقول نو اكشن بوتنشال. اذا ماكو اكشن بوتنشال راح يصير ستيميوليشن؟ لا لا، ما راح يصير ستيميوليشن. اذا ايش راح نصيح له؟ راح نصيح لانه هذا انهبيتري. فاذا يا شباب الجابا والجابا ريسبتر هذول ايش يسوون؟ هذول يسوون انهبيشن، يسوون انهبيشن. ليش؟ شرحت لكم اياها، لانه قلنا احنا نوع الجابا ريسبتر هو هذا، الجابا ريسبتر قلنا هو نوع شنو؟ جي بروتين كابلد ريسبتر، يعني ايونوتروبيك، يعني راح يسمح بدخول الايونات. يا ايون راح يدخل، راح يدخل الكلورايد، الكلورايد هو شحنه سالبه، من يدخل الى داخل الخليه راح يحولها من سالب 70 الى سالب 90. فاذا راح ننزل لي جوا، ما راح نصعد لي فوق، اذا ما نصعد لي فوق اذا ماكو اكشن بوتنشال، اذا هذا هو انهبيتري. فاذا نشوف هذا هو الجابا، دي يجي يقعد على الجابا ريسبتر، نشوف الكلورايد دي يدخل الى داخل الخليه، من يدخل الى داخل الخليه الكلورايد راح تزداد الشحنه السالبه، راح ننزل هنا لي جوا، من ننزل لي جوا بعد ماكو اكشن بوتنشال، فاذا نقول نو اكشن بوتنشال فهذا انهبيتر. هاي هي الميكانيزم مال المحاضره كلها. احنا بهاي المحاضره عن يا ادويه راح نشرح؟ راح نشرح عن البنزودايازبين، وراح نشرح عن الباربيتوريت، راح نشرح عن هذول الاثنين الميكانيزم مالتها امامكم صارت واضحه. اثنينهم راح يشتغلون مثل الجابا، يعني احنا ايش قلنا؟ قلنا هذا الجابا هو عباره عن نيورو ترانسميتر، عباره عن نواقل عصبيه. زين، احنا صنعنا ادويه تشابه العمل مال الجابا، الادويه اللي هي البنزودايازيبين، اللي هو اشهر مثال عن البنزودايازيبين اللي هو الفاليوم. الفاليوم هواي سامعين بيقولوا والله انا ما اقدر انام، خلي اخذ فاليوم حتى انام. ليش؟ انت من تاخذ الفاليوم راح يصير انهبيشن بالسنترال نيرفس سيستم. من واحد ياخذ الفاليوم ليش ينعس وينام ويبقى دايخ؟ لان الجابا راح يسوي انهبيشن بالسنترال نيرفس سيستم، فراح تروح كل الافكار راح تنصدر وتنام. فاذا احنا بهاي المحاضره راح نحكي عن البنزودايازيبين والباربيتوريت، اثنينهم يشتغلون على نفس الريسبتر اللي هو جابا ريسبتر. من تحفز الجابا ريسبتر هذا الكلورايد السالب راح يدخل الى داخل الخليه، فراح نحصل نصير الخليه بالسالب بعد ماكو اكشن بوتنشال، فهذا هو انهبيتر. فاذا يا شباب انا هاي النقطه مهمه جدا، انا اريدها من عندك حتى تفهم المغزى من هاي المحاضره. فهسه راح يحكي لنا عن الجابا ريسبتر، اتفقنا قلنا اكو جابا اي ريسبتر واكو جابا بي ريسبتر. الجابا اي ريسبتر يقول هذول ليجاند جيتد ايون شانل، ليجاند جيتد ايون شانل. الجابا بي هذول جي بروتين كابلد ريسبتر، اثنينهم نفس الفكره، اثنينهم راح يسمحون بدخول الايونات. الجابا اي يقول هو كونسيست اوف ديفرنت سب يونت مثل ما موضح امامنا، يعني نشوف انه دي يتكون من
هنا اكو الفا، هنا اكو بيتا، وهنا اكو الجاما. فاذا اكو ثلاث وحدات هي مكونه للريسبتر، اكو زوج من الالفا، زوج من البيتا، واكو الجاما. فيقول consist of different subunits اللي هي multiple forms of alpha وbeta وgamma subunit. الجابا اي ريسبتر are selectively permeable to chloride ion. فاحنا شو اتفقنا؟ قلنا الجابا اي ريسبتر هذا ionotropic ion channel، راح يدخل شنو؟ راح يدخل هذا الكلورايد. هذا الكلورايد من يدخل الى داخل الخليه راح تزداد الشحنه السالبه في داخل الخليه، فراح ننزل الى هنا. اذا بعد ماكو اكشن بوتنشال، اذا ماكو اكشن بوتنشال راح يكون هذا انهبيتوري. يقول it has been demonstrated that specific actions of benzodiazepine. شوف احنا هنا عليه من هسه راح نحكي عن البنزودايازيبين. انا بالسلايد السابق ايش قلت لك؟ قلت لك احنا بهاي المحاضره على شنو راح نتطرق؟ راح نتطرق للبنزودايازيبين والباربيتوريت. فراح نقول it has been demonstrated that a specific action of benzodiazepine alongside other drugs هاي راح تاثر على الجابا ريسبتر اكشن. فهاي شنو راح تسوي؟ مثل الاكشن مال الجابا. فيقول that actions are influenced by the composition of the assembled subunit to form GABA receptor. هاي خلاوات انا راح اشرح لك اياها بالسلايدات الجايه وراح تفهمها ان شاء الله. باختصار البنزو ديازيبين اللي هم جماعه الفاليوم والباربيتوريت راح يشتغلون نفس شغل الجابا. اكو تفاصيل دقيقه راح اوضح لك اياها من نوصل لها. الجابا بي ريسبتر هذا مين يتكون؟ يقول الجابا بي يتكون من 2 سبيونت اللي هم جابا بي 1 والجابا بي 2 سبيونت. نقول هذا depending on their cellular location الجابا بي ريسبتر are either يا اما تسوي inhibition للكالسيوم او تحفز البوتاسيوم channel. نفس الفكره، من نسوي inhibition للكالسيوم راح نمنع دخول الشحنات الموجبه، فراح تبقى الخليه بالسالب، اذا هذا ماكو اكشن بوتنشال، اذا هذا انهبيتوري. او راح تحفز البوتاسيوم شانل. احنا اذا نرسم هاي الخليه وهنا اكو هاي البوتاسيوم شانل، كلنا نعرف انه البوتاسيوم هو وين موجود؟ موجود في داخل الخليه. فاذا البوتاسيوم نورمالي موجود بالداخل وليس بالخارج. فاذا هنا من يقول لي اكتيفيت بوتاسيوم شانل معناه هذا راح يطلع البوتاسيوم لبرا. زين، هذا من يطلع البوتاسيوم بالبرة احنا ايش بنسوي؟ بدنا نخسر الشحنه الموجبه. من بدنا نخسر الشحنه الموجبه راح تزداد الشحنه السالبه في داخل الخليه، من تزداد الشحنه السالبه في داخل الخليه اذا ايضا نفس الفكره بعد ماكو اكشن بوتنشال اذا هذا انهبيتوري. فكلها يعني كل الطرق تؤدي الى روما، كلها راح تمنع الاكشن بوتنشال. هنا انا ايش سويت؟ حبيت اذكرك بالكولينرجيك سيستم. بالكولينرجيك قلنا يجي الاسيتايل كولين، وقلنا الاسيتايل كولين هذا مثال اخر، يعني هذا النيكوتينيك ريسبتر مثال اخر لمن؟ مثال اخر للايون للليجاند جيتد ايون شانل. هنا من راح يجي الاسيتايل كولين، قلنا من يجي الاسيتايل كولين يقعد راح يدخل الصوديوم. الصوديوم من يدخل الى داخل الخليه راح يجيب شحنه موجبه، لذلك من يدخل الصوديوم راح يصير اكشن بوتنشال. فانا حطيت لك اياها حتى اراجع لك وإذن حتى تصير مقارنة، حتى المعلومة تصير واضحة أمامك. الفارماكوكاينتكس راح نحكي عن الامتصاص والتوزيع مال الأدوية في جسم الإنسان. فنقول the rate in which sedative hypnotic drugs are orally absorbed، يعني اللي سرعة مال الامتصاص. من يقول الريت مال الابزوربشن على شنو يعتمد؟ يعني سرعة الامتصاص مال هاي الأدوية على شنو تعتمد؟ يقول dependent on a number of different factors. اهم فاكتور تعتمد عليه الامتصاص هو اللايبوفيليسيتي. ليش شباب؟ احنا من نسمع كلمه، يعني اكو نقطه مهمه اريدك انت تثبتها على السلايد الاول مال المحاضره. احنا من نسمع كلمه سيديتيف وهيبنوتيك دراجز، ادويه منومه ومخدره، فمنطقيا التاثير وين راح يصير؟ التاثير راح يصير على السي ان اس، على الجهاز العصبي المركزي اللي هو الدماغ. زين، ما دام هاي الادويه راح تنوم الانسان افتهمنا انه هي راح تاثر على الدماغ، اذا لازم يكون شيء بديهي وشيء مسلم به انه هاي الادويه لازم تكون لايبوفيليك. ليش لازم تكون لايبوفيليك؟ لانه هاي تشتغل بالدماغ،
اذا هاي ما دام دا تشتغل بالدماغ ف100% هي اوريدي دا تعبر البلد برين بارير. فاذا هي ما دام تعبر البلد برين بارير اذا هي لازم تكون لايبوفيليك. فاذا احنا من عنوان المحاضره استنتجنا انه هاي هي لايبوفيليك راح تعبر البلد برين بارير حتى تشتغل على الدماغ حتى الانسان ينام او يتخدر. فهاي نقطه مهمه. فاذا اهم شيء هو اللايبوفيليسيتي، هاي اهم نقطه. Most of barbiturates and other older sedative hypnotics as well as the newer hypnotics are absorbed rapidly in the blood following oral administration. انت تقدر تقرا بس الاخضر لان الاخضر هو المهم، الباقي هو كله كلاوات. فاذا احنا قلنا هي lipophilic، تمتص بسرعه after oral administration. فاذا انا من انطي حبوب هاي راح تكون فعاله، ليش؟ لان الامتصاص سريع. النقطة الثانية اللي هي lipid solubility، هاي مهمة. ليش؟ قلنا على مود شنو؟ على مود تدخل للcentral nervous system، لأن هاي الأكشن مالتها على الcentral nervous system. زين دكتور ليش الأكشن مالتها على الcentral nervous system؟ لأن الجابا يا شباب، احنا قلنا الجابا والجابا ريسبتر هذول وين موجودين؟ هذول اثنينهم موجودين بالبرين. فإذا هاي الأدوية حتى تشتغل مثل شغلهم لازم أيضا تروح للدماغ، فلذلك قلنا هي lipid soluble حتى تدخل إلى central nervous system. All sedative hypnotic across the placental barrier during the period of pregnancy. يعني شنو هاي؟ تعبر المشيمة، يعني هاي الأدوية ضروري، لذلك المرأة الحامل ما يصير تاخذ أي دواء إلا باستشارة أخصائية نسائية، لأن هواية من الأدوية تعبر المشيمة، من تعبر من المشيمة راح تروح للطفل، كأنما هذا الجنين داخل رحم الأم هو دا يبلع هاي الأدوية. زين، لنفرض افتراض أنه اكو أماية بلعت فاليوم، بلعت ديازيبام، إيش راح يصير؟ هذا الديازيبام راح يعبر عن طريق المشيمة، راح يروح لليوترس، للرحم، راح يروح إلى الطفل. زين هذا الديازيبام راح يسوي انهيبيشن بالسنترال نيرفس سيستم. من يسوي انهيبيشن بالسنترال نيرفس سيستم ايش راح يسوي؟ راح يسوي ديبرشن اوف نيونيتال فايتال فانكشن. واهمها يا شباب انه الديازيبام حتى بالكبار ممكن يسوي ديبرشن بالتنفس مالتنا. لذلك الديازيبام اذا قررت، شوف الديازيبام هو افضل شيء تنطيه حبوب او تنطيه تحاميل. اذا قررت تنطي الديازيبام بالوريد لازم تنطي كلش على كيفك. ليش كلش على كيفك؟ لان اذا نطيت الديازيبام بسرعه راح يسوي ريسبيراتوري ديبرشن، المريض يصير عنده عجز تنفسي وهذا لازم تعالى تحير به. فاذا احنا لازم ننطي الديازيبام اورالي او تحاميل. اذا نطيناه بالوريد لازم ننطي كلش بطيء وكلش على كيفنا. فاذا ليش؟ لان قلنا يسوي ريسبيراتوري ديبرشن. فهاي الام الحامل اذا اخذت الفاليوم هذا راح يعبر المشيمه، ليش؟ لان هو لايبوفيليك راح يعبر المشيمه، فممكن يسوي ديبرشن بالنيونيتال فايتال فانكشن، ممكن يسوي عنده ضيق بالنفس بالطفل وراح يعني ياثر على الفعاليات الحيويه مال الطفل مال الجنين. السيديتيف هيبنوتيك ايضا شبيه ديتكتبل ان بريست ميلك اند مي اكزرت ديبرسنت افكت بالنيرسينج انفنت بالطفل اللي دا يرضع. فهي ايضا مهم. البايو ترانسفورميشن، نقول الميتابوليك ترانسفورميشن تو مور ووتر سوليبل. احنا هنا قبل ما نحكي هذا السلايد لازم اعطيكم فت فكره. احنا ايش قلنا قبل شويه؟ قلنا انه هاي الادويه السيديتيف والهيبنوتيك هاي هي ليبيد سوليبل. زين احنا اتفقنا هاي الليبيد سوليبل بها فائده ومشكله. الفائده الاهم انه هاي ما دام ليبيد سوليبل فراح تعبر البلد برين بارير، من تعبر البلد برين بارير راح تروح للدماغ، راح يصير الافكت مالته. فنكتب هنا راح يصير الافكت مالته. زين دكتور العد وين المشكله؟ هاي الادويه لو نفرض جدلا هاي الادويه راح تبقى ليبيد سوليبل، يعني راح تبقى ليبيد سوليبل. اذا تبقى ليبيد سوليبل جسمك شلون راح يطرحها؟ احنا وسائل الطرح اهم وسيله لطرح الادويه بجسم الانسان هو عن طريق الادرار، والادرار مالتنا 90 الى 95% هو مي، عباره عن مي. فاذا الادويه حتى تطلع ويا الادرار لازم شو تكون؟ لازم تكون ووتر سوليبل. فاذا احنا هنا راح نوقع بمشكله انه احنا هاي الادويه هي ليبيد سوليبل، هاي شلون راح تطلع بالادرار؟ فاذا وحده من الميتابوليزم مال هاي الادويه نقول هي ليبيد سوليبل راح تروح بالليفر،
بالليفر راح يصير فيها conjugation. بالليفر راح تقترن بمادة أخرى، المادة اللي راح تقترن بها اسمها glucuronide. glucuronide هاي المادة من تقترن بالفاليوم والمواد الأخرى راح تحولها من lipid soluble إلى water soluble. ليش نحولها إلى water soluble؟ حتى تطلع بالإدرار. زين دكتور إحنا هاي ليش نريد نطلعها؟ خوب نبقيها بجسم الإنسان. إذا بقيناها بجسم الإنسان راح تزداد السايد إفكت مالتها، راح تزداد الأعراض مالتها، ممكن يسوي respiratory depression، ممكن حتى يسوي كوما، ممكن يسوي غيبوبة، وقد تؤدي إلى الوفاة إذا ما سيطرنا على السايد إفكت مالتها. فإذا إحنا نورمال إيش راح يصير؟ نقول هاي lipid soluble drug الفاليوم والبقية هي تعمل البلد برين بارير، تروح للدماغ حتى تسوي الإفكت مالتها. ورا ما تسوي الإفكت مالتها، ورا ما يخلص الهالف لايف مالتها اللي شرحناه بالهالف لايف وشرحناه بالسنة السابقة، راح تروح للليفر، راح يصير بها conjugation، راح تقترن بمادة اسمها glucuronide. من تقترن بالglucuronide راح يحولها إلى water soluble. مدام هي راح تتحول إلى water soluble فهي راح تطلع باليورين وراح يصير excretion. فهاي نقطة مهمة احنا لازم نخليها ببالنا. فنقول اذا هاي الميتابوليك ترانسفورميشن تو مور ووتر سولبل، فراح يحصل ترانسفورميشن حتى تتحول الى ووتر سولبل. ليش؟ يقول هذا ريكوايرد فور كليرنس. كليرنس يعني حتى نطرح الادوية. شلون نطرحها؟ عن طريق اليورين. فيقول ريكوايرد فور كليرنس اوف ذا سيديتيف هيبنوتكس فروم ذا بودي. The drug metabolizing enzyme system of the liver are the most important in this regard. فقلنا وين راح يصير هاي السالفة؟ راح يصير بالليفر. يا مادة راح تقترن اسمها الجلوكورينايد. هاي يا شباب جدا مهمة، هاي راح تغير فهمك للفارماكولوجي حتى انت تفهم شلون دي يصير السيستم وشلون دي يصير التسلسل واهمية الليبيد سوليبل والووتر سوليبل. هسه راح نشرح عن البنزودايازيبين اللي هي العائلة. هذا البنزو احنا بالعامي يعني نختصرها راسا بنزو، هذا اسم عائله. اشهر عضو في هاي العائله هو الفاليوم. الفاليوم الاسم العلمي مالته هو ديازيبام. من تسمع ديازيبام معناه هذا هو الفاليوم اللي معروف عندنا. فنقول هيباتيك ميتابوليزم از ريسبونسبل فور ذا كليرنس of all benzodiazepine from the body. ليش؟ لان قلنا البنزودايازيبين هي lipid soluble، فلازم تروح الى الليفر تقترن بالجلوكورينايد. هذا هو الجلوكورينايد، فهي البنزو تروح للليفر، بالليفر راح تقترن بالجلوكورينايد، والجلوكورينايد راح يطلعها وين؟ راح يطلعها باليورين. فاذا نقول البنزو راح يصير اندرجو ميتابوليزم، راح يصير بميتابوليزم، راح تكون الجلوكورينايد، وهاي راح تطلع وين؟ راح تطلع باليورين. Some metabolites, بعض الميتابولايتس of benzodiazepine remain pharmacologically active before being conjugated to glucuronide. However, these metabolites usually have a long half-life. احنا خلينا نجي نشرح هاي. احنا هنا راح ناخذ مثالين. راح ناخذ مثال عن الديازيبام ومثال عن الميدازولام. هذول اثنينهم هم هذول اثنينهم اعضاء من ضمن عائلة ومن ضمن الفاميلي اوف بنزودايازيبين. الميدازولام هذا شيء يكون بوتنت، يعني علاج قوي، بس شنو مشكلته؟ شورت هالف لايف. الديازيبام يكون عنده لونج هالف لايف، هذا اطول واحد، الهالف لايف مالته تقريبا من 24 الى 48 ساعة. ليش؟ راح نشوف ليش. هنا الديازيبام والميدازولام هاي هي الستركتشرات مالتهم. احنا قلنا هذول الاثنين هم شنو؟ هذول الاثنين من عائلة البنزودايازيبين. اذا هذول الاثنين هم شنو؟ ليبيد سوليبل. فنشوف المركب هذا، والمركب هذا راسا راسم لك سهم لوين؟ الى الدماغ. هذا هو الدماغ، فراسا راسم لك سهم الى الدماغ. هذول هنا راح تجي بالدماغ تشتغل على الجابا ريسبتر. زين هذول من وصلوا الى الدماغ، خلينا نحكي على الميدازولام حتى نعرف ليش الميدازولام هو شورت هاف لايف. نقول الميدازولام هنا راح للدماغ، اشتغل على الجابا ريسبتر، دخل الكلورايد، وخر الاكشن بوتنشال، صار انهبيشن. وراها راسا راح لوين؟ راح الى الليفر. هذا هو الليفر.
بالليفر مباشرة راح يقترن بالجلوكورينايد، فهذا الميدازالام راح للليفر اقترن بالجلوكورينايد بعدين راح يطلع بالإدرار. ليش؟ لأن هاي هي الكلى، في إشارة إنه هذا راح يطلع بالإدرار. فإذا الميدازولام رأسا طريقة مباشرة من الدماغ بعدين للليفر، بالليفر يقترن بالجلوكورينايد بعدين راح يطلع بالإدرار، طريقة مباشرة. فلذلك هو short half life. الديازيبام ليش قلنا long half life؟ إذا نشوف هنا الديازيبام يظل يروح ويرجع، شوف هنا يروح ويرجع إلى أن يوصل لهناك، يعني هنا طريق مباشر بينما هنا لا، يظل يلوف يلوف ويرجع لحد بعدين يطلع. يقول الديازيبام أول شيء إحنا نطينا الفاليوم، هذا الفاليوم راح يروح للدماغ، راح يشتغل على الجابا ريسبتر، راح يسوي إنهيبيشن، راح يروح للليفر، بالليفر نصغر الصورة، بالليفر هذا الديازيبام راح يتحول أول شيء إلى نور ديازيبام. النورديازيبام هذا active metabolite، فإذا راح يرجع يروح للدماغ. فشوف أول شيء الديازيبام راح يروح للدماغ، راح يشتغل على الدماغ، من وراء الدماغ راح يروح للليفر، راح يتحول إلى النورديازيبام. النورديازيبام أيضا active، فراح يرجع يروح للدماغ، هذا راح يرجع يرد يروح لوين؟ للليفر. النورديازيبام بعدين إيش راح يتحول؟ راح يتحول إلى أوكسازيبام. الأوكسازيبام أيضا أكتيف ميتابولايت، فهذا راح يرد يروح لوين؟ للدماغ. بعدين راح يرجع للليفر، راح يقترن بالجلوكورينايد وبعدين راح يطلع بالإدرار. فالميدازولام رأسا راح يطلع، الديازيبام راح يتحول إلى نورديازيبام، هذا أيضا أكتيف فراح يرجع للدماغ. النورديازيبام راح يتحول إلى أوكسازيبام، هذا أيضا أكتيف فراح يرجع للدماغ وبيلا بعدين يطلع. فالديازيبام يظل يروح ويرجع يلا يطلع، لذلك هو عنده long half life، وهذا هو الشرح الموجود هنا. فإذا يا شباب لذلك احنا نقول some metabolites of benzo remain pharmacologically active. فيقول لك هسه احنا بنصغر هاي الصورة، هاي الميتابولايت من هم اللي هم النورديازيبام والاوكس ديازيبام، الاوكسازيبام هذول اثنين هم، يقول بعض الميتابولايتس ايش بيهم؟ هذول يكون pharmacologically active before being conjugated للجلوكورنيد، وهاي مهمة. هاي الميتابولايت يقول these metabolite عندها long half life مثل ما شفنا بالديازيبام، لان يروح للدماغ يرجع كنور ديازيبام، يروح للدماغ يرجع كأوكسازيبام، وهذا هم active ويرجع يروح للدماغ يلا بعدين يطلع، فتخلي long half life. Other metabolites have been seen to perform short-lived pharmacological effect. ليش short-lived؟ مثل الميدازولام، لأن هذا اللي يطلع مباشرة، فبالتالي هاي راح يصير عندها short half-life وراح تخلص الإفكت مالتها بسرعة. البنزو have a long half-life، يعني البنزو اللي عندها، نقول البنزو that have long half-life مثل الديازيبام، راح نقول most likely يسوي cumulative effect. شنو يعني cumulative effect؟ كلمة cumulative effect معناها أثر تراكمي. شلون يعني أثر تراكمي؟ نقول هنا مثلا الديازيبام اشتغل على الدماغ، سوى inhibition، صار عندنا سهم واحد لي جوا، زين هذا الديازيبام بعدين راح يروح للليفر، راح يتحول إلى نور ديازيبام، راح يرجع يروح للدماغ، فراح يصير عندي سهمين inhibition، فيشوف يصير effect تراكمي. النورديازيبام راح يرجع بعدين للليفر، راح يتحول الى اوكسازيبام، هذا راح يرجع يروح للدماغ، فراح يسوي سهم ثالث انهبيشن. فاذا احنا بدينا سهم واحد انتهينا بثلاث اسهم، فاذا هاي نقصد بها كيوميليتيف افكت باللونج هالف لايف. فيقول البنزو اللي عندهم لونج هالف لايف عندهم كيوميليتيف افكت وذ مالتيبل دوزز. الكيوميليتيف اند ريزيدوال سايد افكت ممكن شو تسوي؟ تسوي excessive drowsiness. كلمة drowsiness يعني دوخة ومسطور، لذلك المريض أو أي الإنسان اللي ياخذ الفاليوم حتى ينام راح يقعد الصبح مثل ما يقول dinagams. ليش؟ لأن راح يقعد مسطور كلش من وراء ال drowsiness، فهاي هي الفكرة من وراء ال drowsiness. هسا عندنا الباربيتيوريت. الباربيتيوريت هاي أيضا نوع من أنواع السيديتيف والهيبنوتيك دراز. نقول with the exception of phenobarbital، يعني ما عدا الفينوباربيتال. الفينوباربيتال هو عضو من أعضاء هاي المجموعة. فإذا إحنا عندنا
البنزو مجموعة بحالها والباربيتوريت مجموعة بحالها. فيقول من ضمن هاي المجموعة ما عدا الفينو باربيتال نقول only small quantity of barbiturate are excreted unchanged، يعني كمية قليلة من الباربيتوريت تطلع excreted تطلع بدون ميتابوليزم. من يقول unchanged معناه راح تطلع بدون ميتابوليزم، فيقول كمية قليلة جدا تطلع بدون ميتابوليزم. ليش كمية قليلة؟ لأنه again هاي الباربيتوريت هي لايبوفيليك، هاي عندها تذوب بالدهون، ما دام هي تذوب بالدهون فإذا هاي بصعوبة راح تطلع بالإدراك. The major metabolic pathway هنا شو يصير بيها ميتابوليزم؟ هنا راح تتأكسد هناك، يعني خاف يقول لك، يعني خاف يجيب لك اياها، بدل ما يجيب لك كلمه جلوكارينيد راح تقول له يا شباب ترى البنزو يصير بها كونجيجيشن، يعني الميتابوليزم مالتها، الميتابوليزم مال البنزو نقول له هنا راح يصير كونجيجيشن. اذا قال لك يعني كلمه كونجيجيشن يعني اقتران، اذا قال لك بمن راح تقترن يلا تقول له بالجلوكارينيد. فاذا الميتابوليزم مال البنزو عن طريق الاقتران، عن طريق الكونجيجيشن، اذا قال لك بمن تقول له بالجلوكارينيد. زين الميتابوليزم مال الباربيتوريت شو هو؟ شنو هو؟ اوكسيديشن، اكسده. فالباربيتوريت اوكسيديشن، بينما البنزو شنو؟ البنزو تكون كونجيجيشن، تكون اقتران. فالباربيتوريت عن طريق الاوكسيديشن راح تتاكسد عن طريق الهيباتيك انزيم. هاي الباربيتوريت من تتاكسد لشنو راح تتحول؟ راح تتحول الى الكحول او تتحول الى احماض او ممكن تتحول الى كيتونات. هاي الكيتونات راح تطلع بالإدرار as a glucuronate conjugates. فإذا هي أول شيء يصير بها أكسدة، يلا بعدين conjugation. فهذا فرق كبير بالميتابوليزم، أنت لازم تخليه ببالك. The overall rate of metabolism depends on the individual drug، يعني السرعة مع الميتابوليزم يعتمد على كل نوع من أنواع الباربيتوريت، لكن بصورة عامة كل العوائل، كل الأعضاء مال عائلة الباربيتوريت الـ rate of metabolism شي يكون؟ يكون low. الفارماكوديناميك احنا هاي حكيناها، قلنا يا شباب انه الباربيتوريت راح ترتبط بالجابا ريسبتر. هذا الجابا ريسبتر ايش راح يسوي؟ من راح يجي الجابا يبعد بالجابا ريسبتر، نشوف هنا هاي البنزودايازيبين وهنا هاي الباربيتوريت، راح يدخل الكلورايد الى الداخل فراح تزداد الشحنة السالبة في داخل الخلية، فراح نتحول من سالب 90 ممكن نوصل إلى سالب 90 إلى سالب 100. فإذا no action potential ما راح يصير الاكشن potential، فرض راح يصير inhibitor. يقول البنزو and other sedative hypnotic have low affinity for GABA B receptor، يعني شنو؟ يعني احنا ايش قلنا قبل شوية؟ قلنا يا شباب الجابا اكو نوعين، الجابا نوعين، اكو جابا اي واكو جابا بي. الادويه مال محاورتنا مال اليوم اللي هي سيديتيف هيبنوتيك تروح للبي لو تروح للاي؟ راح اقول لك هاي راح تروح للاي. فاذا هي عندها هاي افينيتي وين؟ بالجابا اي ريسبتر. شوف عندها هاي افينيتي بالجابا اي ريسبتر، بنقول عندها لو افينيتي للجابا بي ريسبتر. فهي تحب كلمة افينيتي يعني قدرة على الارتباط، كلمة افينيتي يعني قدرة الدواء او النيورو ترانسميتر او ايا كان قدرته على الارتباط بالريسبتر. فنقول هاي افينيتي معناها قدرة عالية على الارتباط بالجابا اي، ولو افينيتي للجابا بي ريسبتر. البنزو ايش راح يسوي؟ يقول increase the efficiency of GABAergic synaptic inhibition، فهي راح تزود الانهبيشن مال الجابا، راح تزود الانهبيشن مال الجابا. البنزو do not substitute for GABA but appear to enhance GABA effect. شنو معناه؟ هنا انا راح ارسم لك رسم اللي هو هنا احنا قلنا هذا هو البري سينابتيك، هنا هذا عندنا احنا الجابا، وهنا عندنا الريسبتر. هنا راح يكون عندنا شنو؟ عندنا يا نوع من الريسبتر مثل ما قلنا قبل شويه، قلنا راح يكون عندنا الجابا اي ريسبتر. هنا يا شباب قلنا احنا نورمالي هذا الجابا راح يجي يقعد على الريسبتر، من يقعد على الريسبتر راح يدخل الكلورايد ايون الى الداخل. زين هنا شو يقول؟ اكو نقطه مهمه جدا انت لازم تخليها ببالك. يقول
البنزو، شوف كلمة جدا 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 مهمة، يقول البنزو do not substitute for جابا، يعني البنزو دازبين ما تبدل أو لا تحل محل الجابا. يقول but appear to enhance جابا effect، شنو معناه؟ يعني إحنا هنا انطينا البنزو، إحنا هنا انطينا البنزو، إذا انطينا البنزو والجابا موجود بدل ما يدخل كلورايد واحد راح يدخل بعد كلورايد أكثر، فإذا بدل ما كان عندنا واحد صاروا ثلاثة. ليش؟ لأن البنزو راح تقوي الإفكت مال الجابا. إحنا إيش قلنا؟ قلنا البنزو راح تسوي ستيميوليشن وراح تقوي الإنهيبيتوري إفكت مال الجابا. يعني إحنا على سبيل المثال الجابا إذا كان لوحده راح يدخل فقط كلورايد واحد اللي هو بالأحمر، فالجابا إذا كان وحده راح يدخل كلورايد واحد، من يجي البنزو راح يدخلون ثلاثة كلورايد. زين هنا الطالب راح يسألني سؤال كلش حلو، راح يقول لي دكتور احنا اذا نمسح الجابا، فهسه انا شلت الجابا منه وشلت الجابا منه وراح اوخر الكلورايد. زين هنا الطالب راح يسأل سؤال كلش حلو ومعلومة كلش حلوة لكم، يقول لي دكتور اذا هنا ماكو جابا واجا البنزو قعد على الريسبتر ايش راح يصير؟ هنا راح نقول نو افكت. نو افكت شنو معناها يا شباب؟ معناها البنزو ديازبين حتى اذا قعد على الريسبتر ما راح يسوي اي افكت، ما راح يدخل كلورايد. الكلورايد حتى يدخل يشترط وجود الجابا، فاذا احنا لازم نعرف انه البنزو ديازبين بوحده بدون الجابا كانه شيئا لم يكن. يعني البنزو ديازبين اذا وحده والجابا ما موجود ما راح يشتغل نهائيا. لا، شنو وظيفة البنزو؟ وظيفة البنزو هو يقوي الإفكت مال الجابا. أرجع أقول لك، يعني مثلا إحنا هنا إذا كان الجابا موجود راح يجي الجابا يقعد على الريسبتر، من يجي الجابا يقعد على الريسبتر هنا إيش راح يصير عندنا؟ راح نقول يا شباب راح يدخل كلورايد، هنا دخل كلورايد واحد. وبنفس الوقت إحنا إذا أجينا أنطينا البنزو راح يصير كلورايد بعد أكثر، فإذا وظيفة البنزو هو يقوي الفعالية مال الجابا. وظيفة البنزو يقوي الفعالية مال الجابا. هنا الطالب راح يسألني سؤال فرضي، يقول دكتور فرضا لنفرض لأي سبب من الأسباب فلان من الناس ما عنده جابا، أي شخص إذا ما عنده جابا فما راح يستفاد من البنزو ديازبين. ليش؟ لأن البنزو ديازبين بحالها ما تدخل كلورايد، وإنما هي تقوي الإفكت مال الجابا. هذا هو شرح لكلمة البنزو do not substitute for جابا. أكو هنا أيضا صورة حلوة لي جوا نشوفها هنا، فيقول هنا الريسبتر empty، يعني هنا نشوف كلورايد ما دا يدخل، يعني هنا الريسبتر فارغ ما حد يجي يقعد على الجابا ريسبتر، فالكلورايد دا يرجع يطلع. زين هنا إذا ارتبط الجابا وحده، إذا الجابا لوحده نشوف كلورايد واحد وكلورايد واحد، إذا أكو جابا وأكو بنزو، إذا أكو اثنينهم يعني هنا بس جابا هنا ماكو شيء، إذا ماكو شيء فنشوف هنا ماكو كلورايد، فإذا خلي نرسمها هنا حتى القلم ما يروح. هنا أكو فقط جابا، ما دام أكو جابا فإذا أكو كلورايد واحد، هنا أكو جابا وأكو البنزو، فنشوف بدل ما أكو واحد صاروا إيش قد؟ هنا صاروا ثلاثة، فهاي هي الفكرة. فإذا البنزو يقوي الفعالية مال الجابا، لكن البنزو هل يشتغل وحده إذا ما في جابا؟ لا، البنزو do not substitute for جابا. هاي شباب نقطة جدا جدا مهمة، فيقول البنزو ديازبين do not substitute for جابا، لكن شو تسوي؟ appear to enhance جابا effect، هي ما تحل محله لكن تقوي الفعالية مالته without directly activating GABA receptor or opening the associated chloride channel. فقلنا احنا هو بحاله ما يسوي شيء، هو يقوي الافكت مال GABA. The enhancement، شوف ال enhancement يعني الزيادة بالchloride ion conductance initiated by interaction. ليش يصير؟ يعني ليش احنا هنا بهذا المخطط؟ ليش قلنا اذا الجابا واحدة فراح يدخل كلورايد واحد، اذا جاء ويا البنزو راح يصير ثلاثة، فيقول هذا الانهانسمنت، هاي الزياده بالكلورايد كوندكتنس ليش يصير؟ يصير نتيجه انتر اكشن، تداخل
ما بين البنزو ويا الجابا. يقول takes the form of an increase in frequency of the channel opening event. معناها ايش راح يسوي؟ يقول البنزو زائد الجابا، هنا راح نلخص لك اياها لان راح نقول عندنا مره بنزو زائد الجابا وعندنا الباربيتوريت، الباربيتوريت زائد الجابا. يقول البنزو زائد جابا راح يزداد عدد مرات الايفنت اللي تنفتح بها البوابه. فاذا الجابا واحده راح يفتح البوابه مره واحده، من يجي البنزو ويا الجابا راح يخلي الجابا يفتح البوابه ثلاث مرات فراح يدخل ثلاثه كلورايد، هذا على سبيل المثال. فاذا قلنا احنا الايفكت مال البنزو ويا الجابا يزود الفريكونسي اوف ذا اوبننج ايفكت، يزود عدد المرات اللي راح تنفتح بيها الكلورايد شانل، فعدد كلورايد اكثر راح يدخل. بينما الباربيتوريت ايش راح يسوي؟ نقول الباربيتوريت راح يزود الديوريشن اوف اوبننج، راح يزود الديوريشن اوف اوبننج، يعني بدل ما تبقى مفتوحه ثانيه واحده راح تبقى مفتوحه مثلا ثلاث ثواني، فهنا هذا راح يزداد الديوريشن. فاذا من يقول لك بنزو زائد جابا راح يزداد عدد المرات، يعني راح نقول هنا راح يزداد الفريكونسي، عدد المرات اللي تنفتح بالبوابه. بينما الباربيتوريت والجابا راح يزداد بالديوريشن اللي تبقى بالبوابات مفتوحه حتى يدخل كلورايد اكثر. هذا وين؟ بالتراكيز الطبيعيه، بالنورمال كونسنتريشن. ات هاي كونسنتريشن الباربيتوريت ممكن يشبه الجابا، يصير جابا ميميتيك، فهذا دايركتلي اكتيفيتنج كلورايد شانل. الباربيتوريت يكون less selective in their action than benzodiazepine، أقل selective. All of the sedative hypnotic إيش راح يسوي؟ يقول induce sleep if high enough doses are taken، يعني كل هاي الأدوية ممكن تخلي المريض ينام إذا أخذ التراكيز الكافية. The effect of sedative hypnotics on the stages of sleep، احنا لازم نعرف راح تاخذوها بالفيزيولوجي مال النيورو اناتومي، مال النيورو عفوا، السليب بستيجات، بالرم سليب واكو النن رم سليب، وهي ان شاء الله بعدين تاخذوها. فيقول هذا راح الافكت مالتها على الستيجز، على مراحل النوم، تعتمد على فاكتورز هوايه، ممكن السبيسيفيك دراج والدوز والفريكونسي اوف ادمنستريشن، هذا كله خرب. اذا انطينا هاي دوزز شنو ممكن يصير؟ يقول راح يسوي ديبرشن بالسنترال نيرفس سيستم تو ذا بوينت نون از ستيج 3 اوف جنرال انستيزيا. احنا نعرف التخدير ومن يقول جنرال انستيزيا يعني البنج العام، تخدير عام، هذا بمراحل تقريبا باربعه مراحل. فيقول احنا اذا انطينا دوزات عاليه ممكن راح نخدر ونخفض الفعاليه مال السنترال نيرفس سيستم بما يعادل الستيج الثالثه مال البنج العام. يقول من ضمن الباربيتوريت خاصه الثايوبنتال والميثوهكستال، يقول هذول فيري ليبيد سوليبل، وهاي احنا شنو؟ هاي احنا نعرفها. فيقول هي راح تخترق الدماغ ورا ما نعطيها اي في ادمنستريشن. فلذلك يقول هاي كاركترستيك فيفرنج يوز على مود نستخدمها بالاندكشن اوف انستيزيا. اندكشن اوف انستيزيا هي ستيج 1 مال التخدير، مثل ما قلت لكم التخدير باربع ستيجات، هذا الاندكشن يعني عمليه البدء مال التخدير هي الستيج 1، فاني استخدم الباربيتوريت على وجه الخصوص الثايوبنتال حتى اسوي اندكشن حتى ابدي بالتخدير. البنزو given in large doses as adjunct كمواد إضافية وكأدوية إضافية للجنرال anesthetic may contribute to persistent post-anesthetic respiratory depression. بعض أطباء التخدير من ينطي المواد المخدرة ينطي وياها بنزو ديازيبين. هاي البنزو ديازيبين بالإضافة إلى التخدير إيش راح يسوي؟ احنا كنا نعرف المريض من يطلع من غرفة العمليات ما يرجع رأسا إلى غرفته، وإنما المريض يطلع من العمليات يروح لوحدة الإفاقة. وحدة الإفاقة من المريض يتحسن يلا يدزوه للغرفة مالته، فإحنا التسلسل صار عندنا غرفة عمليات، بعدين وحدة الإفاقة، بعدين الغرفة مالته. هنا المريض من يخلص العملية إذا كان ماخذ المادة المخدرة والبنزو ممكن يصير عنده post anesthetic respiratory depression.
يصير عنده انخفاض بالتنفس وهاي نتيجة البنزوديازيبين. This is related to their relatively long half-life. ليش هذول راح يستخدمون البنزو على وجه الخصوص الديازيبام؟ الديازيبام اللي هالف لايف مالته تقريبا يوصل الى 48 ساعة فيطول. واكو ادوية مثلا الميدازولام هذا ايضا يطول كم ساعة، يعني هي العملية مثلا كلها يجوز ساعتين اربع ساعات. الميدازولام يجوز يطول ست ساعات الى اخره، فهذا راح يبقى الايفكت مالته موجود. يقول such depressant action of benzo are usually reversible with flomazenil. يعني خلينا نقول هذا الجراح انطى المواد المخدره وانطى البنزوديازيبين، خلصت العمليه بخير وسلامه، المريض راح للافاقه، اريد نتخلص من الافكت، يعني احنا انطينا دواء من البنزو هذا الهالف لايف مالته طويل، خلصت العمليه، خلص احنا بعد هذا البنزو ما نريده، راح ننطي دواء فلومازينيل، الفلومازينيل راح يعاكس الافكت مال البنزو. هنا معرفتنا السيديشن، يقول السيديشن هو شنو هو؟ characterized by decrease in anxiety، راح يقل القلق، يتقل الموتور اكتيفيتي، تقل الحركه مع المريض، وتقل الكوجنيتيف فانكشن اللي هي الوظائف الادراكيه مع المريض. هذا بالنسبه لتعريف السيديشن. الهيبنوسيس يقول هايصل دراوزنس دوخه and increased tendency to sleep، المريض ينصطر وينام. البنزو الميكانيزم اوف اكشن مالتها حكيناها ما راح نعيدها، قلنا هي دو نوت سبستيتيوت فور جابا، هي ما تحل محل جابا، وانما شو تسوي؟ نسوي انهانسمنت للجابا، نسوي انهانسمنت للجابا، وكتبت لكم اياها فوق. البنزو زائدا جابا ايش راح يصير؟ هذا راح يزود الفريكونسي، راح يزود عدد المرات اللي تنفتح بالكلورايد شانل. فايضا نرجع نقول هذا راح يزود الفريكونسي مال اوبننج، مال انه يزود عدد المرات اللي تنفتح بها الكلورايد شانل. ومثل ما قلت لكم اذا فرضنا اكو مريض او سين من الناس ما عنده جابا، فالبنزو ما راح يفيده، فنقول هاي الادويه هاف نو اكشن ان ابسنس اوف جابا. وهي كلها انا حكيت لكم اياها قبل شويه، وهاي الصوره ايضا شرحت لكم اياها كلها. الكلاسيفيكيشن على شنو يعتمد؟ هنا راح نقسمها حسب الهالف لايف الى شورت اكتنج اللي هو اقل من خمس ساعات اللي هو الميدازولام والترايازولام، الانترميديت اكتنج اللي هو بحوالي يوم كامل من 5 الى 24، والديازيبام اللي هو يكون اكثر من 24 ساعه. هاي الصور مجرد صور للادويه اللي حكيناها، يعني مو ذات اهميه. الديبندنس، كلمة ديبندنس معناها شنو؟ معناها انه جسمك دا يتعود على هاي المادة. يعني احنا عندنا كلمة ادكشن، كلمة ادكشن معناها ادمان. كلمة ديبندنس اعتماد، يعني شنو هو؟ انت جسمك ما وصلت لمرحلة الادمان، يعني احنا قلنا ادكشن يعني ادمان. ديبندنس معناها انت جسمك صار توتالي يعتمد على هذا الدواء، انت ما مدمن. بس جسمك حتى يشتغل هو دي يعتمد، دي يصير عنده ديبندنس على هذا الدواء المعين. زين، انت اذا صار فتره طويله تاخذ فاليوم، انت اذا ورا هاي الفتره الطويله من اخذ الفاليوم جسمك حتى ينام، انت حتى تنام ما راح تقدر تنام لوحدك، وانما جسمك تعود النوم مالتك السليب مالتك راح يكون ديبندنس، راح يكون معتمد اليمن على الفاليوم. لنفرض انه انت الفاليوم مالتك خلاص او انت قطعته مباشره، ايش راح يصير عندك؟ جسمك بعد ما راح يقدر ينام، ليش؟ لان جسمك بعد ما يعرف ينام وحده، وانما تعود انه يعتمد على الفاليوم، فانت من تقطع الفاليوم مباشره راح يصير فد شيء نصيح له withdrawal symptom، فد شيء نصيح له withdrawal symptom، وهاي مهمه هسه راح نحكيها. هاي هي withdrawal symptom. كلمة withdrawal symptom، كلمة withdrawal اللي وحدها معناه انت قطعت في شيء، قطعت الدواء، او مثلا حتى بالحسابات المصرفية من تسوي withdrawal يعني انت تسحب فلوس، مثلا انت عندك اكونت بمصرف معين، من تروح تسحب فلوس انت تسوي withdrawal، انت تسحب من الفلوس. بالنسبة للفارماكولوجي من نقول withdrawal symptom معناها انت كنت مستمر على دواء معين لفترة طويلة
ورا هاي الفترة الطويلة قطعت مباشرة، ما قطعت بالتدريج، لا قطعت مباشرة، راح يصير عندك withdrawal symptom. فنقول ال dependence، يقول هذا راح نجي نقول psychological as well as physical dependence. يعني أكو psychological dependence و physical dependence. قلت لك dependence هي المرحلة اللي قبل ال addiction، قبل الإدمان. فيقول أكو psychological dependence وأكو physical dependence on benzo. Can develop over time. يعني شنو بمرور الوقت؟ If high doses of the drug are given for a prolonged period. فإحنا عندنا شرطين. الشرط الأول إنه لفترة طويلة prolonged period، والشرط الثاني high doses تراكيز عالية. All benzo are controlled substance. فبالتالي يقول إذا abrupt or sudden discontinuation، يعني شنو يعني أنت قطعتها مباشرة، ما قطعتها بالتدريج وإنما قطعتها رأسا، إيش راح يصير؟ راح يقول result in withdrawal symptom. هاي ال withdrawal symptom إيش راح تشمل؟ confusion، أنت راح تصير confused، الوظائف الإدراكية مالتك بعدها راح تكون مو صحيحة، ما تعرف صبح ليل، ما تعرف أنت بمستشفى، أنت بدائرة، ما تعرف هذا أخوك، زوجتك، أبوك، إلى آخره، ما تعرفهم. راح يصير عندك anxiety، قلق، agitation و restlessness، معناته راح تصير عصبي ومتنرفز. insomnia راح يصير عندك أرق، يعني بعد ما راح تقدر تنام لأن جسمك كان معتمد بالنوم على الفاليوم، قطعته مباشرة راح يصير عندك أرق. راح يصير عندك tension، راح تكون متوتر، وممكن أيضا يصير سيجر، يصير نوبات صرع. البنزو with short elimination half life، هنا نحن لازم نعرف فكرة مهمة. ال withdrawal symptom شافوا، خلي أحكي لك الفكرة حتى بعدين نقرأ الحجي. ال withdrawal symptom شافوا إنه هاي إيش وقت تصير، شافوا إنه ال withdrawal symptom تزداد وتكون ال withdrawal symptom عالية إذا كان الدواء عنده short half life، ال half life مالته قليل. وال withdrawal symptom تكون قليلة إذا كان ال half life عالي. فإحنا راح نجي نشوف هاي الصورة. إحنا إيش قلنا؟ قلنا الترايزولام هذا هو short half life، فنشوف ال withdrawal symptom تكون عالية، بينما الديازيبام أو الفلورازيبام قلنا هذول very long action، يعني عندهم very long half life. شوف الديازيبام والفلورازيبام قلنا هذول أكثر من 24 ساعة، والترايزولام والميدازولام هذول أقل من 5 ساعات. فإحنا إيش راح نقول؟ نقول ما دام ال half life مالتهم قليل، هذا راح ينطيني زيادة بالwithdrawal symptom. withdrawal symptom ليش؟ لأن هذول short half life ويكونون كلش potent، يكون كلش تراكيز قوية. فإذا ما دام هذول potent والhalf life مالتهم قليل، إذا تقطعهم مباشرة راح يصير عندك withdrawal symptom عالي. اللونج acting اللي هم diazepam والفلورازيبام هذول يكونون less potent، أقل قوة، والهاف لايف مالتهم طويل، فالهاف لايف مالتهم عالي. زين، نتيجة لهاي العوامل الاثنين هذول إذا قطعتهم مباشرة فالwithdrawal symptom راح تكون شنو؟ راح تكون قليلة. فإذا إحنا مو كل الأدوية راح تسوي الwithdrawal symptom، لا، إحنا لازم نعرف الهاف لايف مال الدواء والpotency والقوة مالته. إذا كانت البوتنسي عالية والهالف لايف قليل، هذا راح يسوي withdrawal symptom عالية. إذا كان البوتنسي قليل والهالف لايف عالي، راح يسوي withdrawal symptom قليل. فنشوف هنا يقول the drugs that are more potent اللي تكون قوية and rapidly eliminated. شنو يعني تكون potent قوية؟ rapid eliminated معنى الهالف لايف مالتها قصير. فش راح يصير؟ severe withdrawal problem. ما بينما الديازيبام والفلورازيبام ما راح تسوي اي شيء. نشوف الترايزولام هو اكثر واحد. فاذا يقول البنزو with short half life مثل الترايزولام ايش راح ينطيني؟ more and severe withdrawal reaction مقارنه بشنو؟ مقارنه بالفلورازيبام اللي شرحت لكم اياها هسه. ال onset of benzodiazepine action يعتمد على degree of lipid solubility
فيقول يعني البدايه ما الاكشن يعتمد على سرعتها بالذوبان بالدهون. فمن نقول الميدازولام والترايزولام الدازبام هذول يبدون بسرعه، ما دام يبدون بسرعه فاذا هذول هايلي ليبيد سوليد. In elderly and patient with liver disease، بالكبار والأشخاص اللي عندهم مشاكل بالليفر، the doses of benzo should be decreased، لازم نقللها. ليش؟ لأن إحنا إيش قلنا؟ قلنا هاي البنزو هي lipid soluble، ما دام هي lipid soluble هاي راح تبقى لفترة طويلة بالجسم، ما راح تقدر تطلع بالإدرار، فقلنا إحنا هاي لازم تروح للليفر وبالليفر يصير بها اقتران وورا الاقتران يلا تطلع بالادرار. زين، اذا هذا المريض عنده مشاكل بالليفر، اذا الليفر بعد ما راح يقدر يسوي كونجوجيشن. اذا الليفر ما يقدر يسوي كونجوجيشن فالبنزو راح تبقى ليبيد سوليبل. اذا تبقى ليبيد سوليبل معناه راح تبقى لفتره طويله بالجسم، راح يزداد الهالف لايف مالتها، من تبقى لفتره طويله راح يزداد السايد افكت مالتها. فمن انا اذا اريد انطي البنزو انطيها لرجال كبير او لشخص عنده ليفر ديزيز لازم اقلل الدوز مالته. الانديكيشنز انا وين استخدمهم؟ هذا طبعا الانديكيشنز هاي هسه بالنسبه لكم يعني صعب انه تجيكم، انتم بمرحلتكم تجيكم الميكانيزم اوف اكشن. بالاكبر منكم تجيهم الانديكيشن انه انت شو وقت توصف هذا الدواء. انت كطالب مرحله ثالثه مو مهمتك توصف الدواء وانما مهمتك تعرف الميكانيزم مال الدواء، فاحنا بالنسبه للميكانيزم مال الدواء ضبطناه. اما بالنسبه للانديكيشنز فهاي مو مسؤوليه طالب مرحله ثالثه، واني استبعد انا ما اقدر اقول انه نهائيا ما تجيكم، لكن حسب خبرتي استبعد انه تجيكم. الانديكيشن راح نقول ممكن نستخدمها للانكزايتي ديسوردر، للقلق حتى المريض يرتاح. ممكن نستخدمها للانسومنيا، الانسومنيا معناه الارق، المريض ما يقدر ينام فياخذ حبايه فاليوم قبل النوم. وممكن نستخدمها للسيجر، السيجر اللي هي نوبات الصرع، وهذا دواء جدا شاسع نستخدمه، وخاصه الديازيبام واللورازيبام. هذا هو الفيرست تشويس، يعني الديازيبام هو الفيرست تشويس بالسيجر. فيقول هذا نعطيه اي في انفيوجن. شوف هنا أنا كاتب انفيوجن، وانا شرح لكم اياها قبل. من يقول لك اي في انفيوجن يعني اذا اقول لك نعطيها اي في وسكت معناه راح ينطيها مباشره بالكانيولا وسريع. من يقول لك اي في انفيوجن معناه راح ينطيها شنو؟ راح ينطيها بطيء، مثل ما قلت لك قبل شوي. ليش ننطيه بطيء؟ لان اذا هاي الادويه اذا انطيناها سريع راح يسوي ريسبيراتوري ديبرشن وراح نوقع بمشكله اكبر من المشكله اللي اجانا بها المريض. فيقول ننطي انفيوجن يعني بطيء حتى نعالج الستيتس ابيليبتيكس اند دراج انديوست سيجر. شنو يعني ستيتس ابيليبتيكس؟ ستيتس ابيليبتيكس هي نوبة الصرع الشديدة اللي تستمر لمدة أكثر من 5 دقائق. عادة نوبة الصرع ما تطول 5 دقائق، دقيقة، اكو ثواني، اكو دقيقتين، بس ما تعبر الخمسة. إذا عبرت الخمسة هي تعتبر نوبة صرع شديدة status epilepticus، او ممكن نستخدمها بالدراج induced seizure. اكو بعض الادويه ممكن تسوي نوبات صرع كسايد افكت فنعالجها بالديازيبام. ايضا بعد وين نستخدمها؟ كل حكينا سابقا قلنا نستخدمها بالبري انستاتيك او بالشورت ميديكال اند سيرجيكال بروسيجر. شنو معناها؟ يعني مثلا انت مريض تريد تدخل لناظور او تريد تدخل ناظور مال قصبات، فاحنا ممكن نعطيه هاي الادويه حتى يرتخي ينام واحنا نشتغل ندخل الناظور براحتنا. ممكن نعطيه كانتي ديبرسنت كمضاد اكتئاب، ممكن ايضا يتم استخدامه كمصل سبازم. مصل سبازم ايش وقت ينطوه؟ خاصة بالسيربرال بالسي، هاي فتحالة راح تاخذوها ان شاء الله بالاطفال بالمرحلة الخامسة. سيربرال بالسي هذا يصير يعني شلون الطفل كل عضلاته مشنجة وهاي يكون سيفير بين، الم شديد، فينطوه الديازيبام او الفاليوم حتى ترتخي عضلات جسمه. والفيزيكال ديبندنس حكيناها قبل شويه وقلنا ما يصير نقطعها مباشره، لان اذا نقطعها مباشره راح يصير withdrawal symptom. السايد افكت مالتها اذا نقول اللونج اكتنج اللي هم الديازيبام والفلورازيبام
ممكن تسوي drowsiness، تسوي دوخة، تسوي sedation، وتسوي أتاكسيا. أتاكسيا شنو يعني؟ يعني المريض يقوم يمشي ويتطاطح، يدوخ بالمشي، يقول لك ما أقدر أمشي، أدوخ على ساعة أوقع. هاي وين؟ خاصة بالكبار، particularly the elderly. قلنا إذا discontinuation of benzodiazepine، discontinuation يعني أنت قطعتها مباشرة، راح يسوي withdrawal symptom. قلنا واحدة من withdrawal symptom هي الانسومنيا، اللي هي الأرق، فالمريض بعد ما راح يقدر ينام، نصح له rebound insomnia. In the elderly بالكبار، هاي الأدوية ممكن شو تسوي؟ ممكن تسوي confusion، reversible confusion. شنو معناها؟ كلمة reversible معناها أنه هذا الconfusion، هاي عدم قابلية المريض على الإدراك، اللي قلنا ما يعرف هاي أخوه، هاي أخته، هاي زوجته، يقول ما يعرف حتى ولده، فهاي confusion. بس هاي reversible، شنو معناها reversible؟ يعني أنا من أقطع الدواء المريض يرجع يستعيد قابليته الإدراكية، فهاي reversible. فممكن يصير عنده confusion، ممكن يصير عنده أمنيزيا. هي اما امينيزيا او اللفظ الاصح هو امينيجيا، بس هنا انت من تقول للاخصائي امينيجيا اصلا ما راح يفتهمك، فانت تقول له امينيزيا لان هي الدرجه امينيزيا. يعني شنو يعني فقدان بالذاكره؟ ممكن يصير بليرد فيجن، غواشه بالرؤيه، ممكن يصير تريمر يعني المريض يقوم يرعش، وممكن يصير كونستيبيشن. البنزو بعد شنو ممكن يسوي؟ اذا انطيناها اي في مباشره ممكن يسوي هايبوتنشن، وممكن يسوي bradycardia in patient with impaired cardiovascular function. فأني لازم أسأل المريض قبل ما أنطي، أقول له عندك مشاكل بالقلب ولا لا، لأن ممكن أسوي له hypotension، ممكن يدخل بمرحلة الشوك. At higher doses ممكن يصير شنو؟ يصير depressed بالrespiration، وهي حكيناها، وهي هي أخطر side effect للbenzodiazepine. يعني خاف يقول لك شنو أخطر side effect؟ قلنا ممكن يسوي respiratory depression. هذا شو وقت؟ هذا إذا انطيناه بسرعة، إذا انطيناه IV سريع. وأيضا إذا انطيناه لمريض هو بالأساس عنده مشكلة بالرئة، يعني يقول ممكن يسوي depressed respiration، خاصة بالأشخاص اللي هم عندهم chronic obstructive pulmonary disease اللي حكيناه بسنة سابقة. ممكن يصير CNS depression، وهي هي اصلا الايفكت مالته، يعني احنا قلنا هذا الدواء راح يعبر للدماغ، راح يشتغل على الجابا اي ريسبتر، فراح يسوي CNS depression. الساينز اوف withdrawal اللي احنا هاي حكيناها، قلنا شو وقت تصير الwithdrawal؟ اذا كنا نستخدم لفتره طويله، نستخدمه لفتره طويله بحوالي 3 الى 4 اشهر. هذا الشرط الاول، يعني احنا حتى تصير الويذدراول سيمتوم انا راح احط لك 3 شروط، اولا ثانيا ثالثا. الشرط الاول والاهم انه احنا انت دا تسوي سادن ويذدراول، انت دا تقطع الدواء مباشره، يعني انت دا تقطع الدواء مباشره، هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه لازم لونج تيرم، انت كنت تستخدمه لفتره طويله 3-4 اشهر. الشرط الثالث انه كان هاي دوزز، كان تراكيز عاليه. هاي الشروط الثلاثه إذا كلها تحققت، يعني أنت إذا كنت تستخدمه لشهرين ثلاثة أو 4 أشهر وكانت تراكيز عالية وإجيت قطعت رأساً، راح يصير withdrawal symptom اللي هي anxiety، قلق. قلنا ممكن يرجع الأرق مالتنا، ترجع الإنسومنيا بعد ما نقدر ننام، يصير GI disturbance، ممكن يصير وجع رأس، ممكن يصير رجفة بالأطراف، وممكن يصير delusion. المريض يصير عنده delusion، يقوم يهدي، يعني يقوم بعد يسمع أصوات، يشوف أشخاص هم ما موجودين، وممكن يصير عنده شنو؟ سيجر، نوبات صار. الباربيتوريت، أنا حتى أفرق لك، إحنا إيش قلنا؟ قلنا أكو الجابا، أكو أي وجابا بي. البنزو هم يشتغلون على الأي. الباربيتوريت يبدي بحرف البي وبي هواية، باربيتوريت. يعني البنزو ديازيبين بي واحدة، كلمة البنزو تحتوي على حرف بي واحد، الباربيتوريت بها حرفين بي، فهي راح تشتغل على الجابا بي ريسبتر. فإذا هنا هي نفس الميكانيزم، راح نرجع نقول الجابا والكلورايد شانل وما أدري شنو، هاي السوالف كلها نفس الخطة اللي احنا حكيناها. الكلاسيفيكيشن ايضا راح نقسمه الالترا شورت والانترميديت واللونج اكتنج حسب الشنو، حسب الهالف لايف مالتهم،
راح واحد يسألني يقول دكتور احنا لازم نحفظ، لا انت مو ضروري تحفظ كلهم، لكن اكو شغلات مهم انه انت تحفظها. يعني مهم انه انت تعرف الفينوباربيتال هو شنو، هو ممكن يكون العفو، هذا هو الفينوباربيتال يكون لونج اكتنج. ليش الفينوباربيتال او الاسم التجاري مالته هو لومينال؟ هذا دواء متوفر بالمستشفيات مالتنا، ما دام متوفر بالمستشفيات مالتنا راح نستخدمه. هذا وين راح نستخدمه؟ راح نستخدمه بعلاج السيجر بالاطفال اللي هم شنو، بالاطفال اللي هم عمرهم اقل من 6 اشهر. هاي جدا 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 مهمه. اذا اجاك طفل، احنا هسه قلنا لحد الان احنا اتفقنا بعلاج السيجر بنعطيه الفاليوم الديازيبام، لكن الديازيبام ما يصير تنطي للطفل الاقل من 6 اشهر. ايش تنطي؟ راح تنطي اللومينال او الفينوباربيتال. هاي نقطه جدا مهمه انت لازم تخليها ببالك، طفل اقل من 6 اشهر ما يصير تنطي فاليوم وانما تنطي لومينال. الانديكيشن مالته هي نفس الشيء اللي هي هيبنوتيك، اي في جنرال انستيزيا، ممكن بري انستيتيك، ممكن ايضا يصير ويذدراول سيمتوم. وايضا يا شباب قلنا الفينوباربيتال اللي هو هذا اللومينال حكيت لك اياها، وين نستخدمه؟ كانتي كونفولسنت دراج. انتي كونفولسنت دراج يعني دواء لعلاج النوبات مال الصرع. وين نستخدمه؟ يقول اللومينال هو الفيرست تشويس، هو اول دواء تستخدمه اذا طفل عمره اقل من 6 اشهر، ويكون سكند تشويس بالادلت. منو يعني هسه من يقول لك الفيرست تشويس بالادلت هو الفاليوم اللي هو ديازيبام، السكند هو الفينوباربيتال، لكن بالاطفال الاقل من 6 اشهر الفينوباربيتال يكون الفيرست تشويس ويكون سكند بالادلت. هنا اذا نقول الفيرست ان ادلت راح يكون منو؟ راح يكون هو الديازيبام. هاي شويه نحكي لك من واقع الكلينيكال ونحكي لك من واقع المستشفيات ايضا. الكونترا انديكيشنز، ايش وقت انت ما يصير تنطي الباربيتوريت؟ اذا اكيوت انترميتنت بورفيريا. الاكيوت انترميتنت بورفيريا شرحت لكم اياها اني بالكورس السابق. هاي هي وين اخذناها؟ اخذناها بموديول الهيماتولوجي. ليش؟ لان هاي الاكيوت انترميتنت بورفيريا تصير بسبب زياده بمشتقات البروتوبورفيرين. البروتوبورفيرين اللي هي شنو؟ اللي هو يدخل بتصنيع الهيموغلوبين. هاي انا كلها شرحت لكم اياها بالتفصيل بالكورس السابق للي يتذكر. فيقول انت ما يصير تنطيها اذا شخص عنده اكيوت انترميتنت بورفيريا اللي هي جروب اوف ليفر ديس اوردر ان ويتش سبستانس كولد بورفيرين. اللي قلنا وين هذا يدخل البورفيرين؟ البورفيرين يدخل بتصنيع الهيموغلوبين. فيقول البورفيرين build up in the body راح يتجمع، وهذا ممكن يأثر على الجلد أو ممكن يأثر على النيرفس سيستم. يقول الباربيتوريت، زين ليش ما يصير نمطي؟ لأن الباربيتوريت exacerbate راح يحفز أو يزود ال inducing microsomal enzyme. يعني الباربيتوريت راح يزود الإنزيمات مال دلتا أمينو لافيرينيك أسيد سينثيز، وبالتالي راح يزود البورفيرين سينثيسيس. احنا هنا هو هذا بالهيم سينثيسيس باث واي. الباربيتوريت ايش راح يسوي؟ راح يجي يحفز الدلتا امينو لافيرينيك اسيد سينثيز. احنا طبعا تتذكرون احنا كانت الفيرست ستيب هي بالميتوكوندريا الجلايسين ويا السكسنايل كو اي، هذول راح يتحدون راح احصل على مركب اسمه امينو لافيرينيك اسيد. الانزيم اللي يحول الجلايسين والساكسنايل كو اي الى امينو لافيرينيك اسيد هو من هو؟ هو الامينو لافيرينيك اسيد سينثيز انزيم. الباربيتوريت راح يحفز هذا الانزيم، من يحفز هذا الانزيم هذول راح يزدادون، واذا المريض عنده اكيوت انترميتنت بورفيريا هذول راح يزداد. شوف هاي هي الاكيوت انترميتنت بورفيريا. يصير خلل بالانزيم الثالث مال الباثوي. الانزيم الثالث مال الباثوي اللي هو بورفوبيلينوجين دي امينيز اللي انا شرح لكم اياه سابقا. فاذا انت من تنطي باربيتوريت، الباربيتوريت ايش راح يسوي؟ راح يسوي بولد اب
بالامينو ليفلينيك اسيد. هذا ما راح يقدر يكمل الباثوي. ليش؟ لان الباثوي لهنا وينسد بالاكيوت انترميتنت بورفيريا. الباثوي لهنا وراح ينسد. من انت تنطي باربيتوريت راح تزود بس هذا، هذا راح يبقى يتجمع في جسم الانسان راح يسوي مشاكل. ايضا ما يصير تنطي بالليفر والكيدني ديزيز. ليش؟ لان بالليفر هو يصير بي ميتابوليزم وهو ينطرح عن طريق الكلى، فاذا مريض عنده مشاكل بهذول الاثنين ما يصير تنطي. اذا سيفير بالمونري انسفيشنسي. ليش؟ لان هذا ايضا يسوي ريسبيراتوري ديبرشن، اذا هو عنده مشكله بالجهاز التنفسي انت راح تزود الطين بله. وايضا ما يصير تنطي بالاوبستراكتيف سليب ابني. السايد افكت مالته نفسها اللي حكيناها احنا سابقا، يقول هي دوز ريليتد ريسبيراتوري ديبرشن. يعني شنو؟ ممكن يسوي ريسبيراتوري ديبرشن. المريض اللي يصير عنده ريسبيراتوري ديبرشن راح يقل الاو 2 بالبلاد، راح يقل الاكسجين بالدم. من يقل الاكسجين بالدم معناها شنو؟ معناها راح يقل الاكسجين بالسي ان اس. من يقل الاكسجين بالجهاز العصبي المركزي راح يحصل فشيء اسمه سيريبرال هايبوكسيا. فمن تسمع كلمة سيريبرال هايبوكسيا معناه قل الأكسجين بالدماغ. من يقل الأكسجين بالدماغ إيش راح يصير؟ راح يصير فشل بالدماغ، فراح يصير كوما، راح يصير غيبوبة، وراح يصير دف، راح يؤدي إلى الوفاة. فإذا الباربيتوريت قلنا هي كونترا إنديكيتد إذا مريض عنده مشاكل بالجهاز التنفسي، عنده بالمونري إنسفيشنسي. أيضا يقول هذا يسوي ديبرشن بالمدولاري فيزوموتور سنتر وذ سيركيولاتوري كولابس. شنو يعني؟ اول شيء شنو يعني مدولاري فيزوموتور سنتر؟ كلمه مدولاري جايه من المدولة اوبلانجاتا. احنا اذا نرسم هذا عندنا المخيخ، وهنا راح يكون هذا هو الدماغ مالتنا، وهنا راح يكون جذع الدماغ، يكون الرسم بهاي الطريقه. هذا هو السيريبرم، هذا هو السيريبيلم، وهنا راح يكون البرين ستيم. هاي المنطقة بالبرين ستيم هنا اسمها شنو؟ اسمها المدلة، واسمها الكامل مدلة أوبلانجاتا. تاخذوها بالنيور اناتومي ان شاء الله. المدلة أوبلانجاتا هي بها السناتر مال كل جسم الانسان، بها سنتر المسؤول عن التقيؤ، السنتر المسؤول عن التنفس، السنتر المسؤول عن التون مال الفيسل، السنتر المسؤول عن التون مال الفيسل. فيقول لك هذا المريض انت اذا نطيته الباربيتوريت ايش راح يسوي؟ راح ياثر على الفيزو موتور سنتر الموجود بالمدلة. من ياثر على الفيزو موتور سنتر راح يقل التون مال الفيسل. من يقل التون مال الفيسل ايش راح يصير؟ راح يصير دايليشن، راح يصير هايبوتنش، راح يقل بلد بريشر، فراح يصير سيركيولاتوري كولابس. ايضا احنا قلنا ما يصير ننطيها اذا اكو هيباتيك او رينال ديزيز. ليش؟ لان الميتابوليزم مالته قلنا يصير بالليفر، وهنا انا اذكرك انه هو يختلف. الباربيتوريت يصير لاكسده يلا اقتران، اوكسيديشن يلا بعدين كونجيجيشن، بينما البنزو مباشره كونجيجيشن. وايضا بالرينال ديزيز. كلينيكال توكسيكولوجي اوف سيديتيف هيبنوتيك دراجز. هنا نقول ماني اوف ذا كومن سايد افكت. ليش يصير؟ يصير بسبب depression of the central nervous system، وهي حكيناها، هذا كله راح يصير إعادة. يقول إذا تراكيز قليلة شنو ممكن يصير؟ low doses ممكن يسوي drowsiness، يسوي دوخة، lowered motor skill، المريض تبدي قدراته الحركية على تحريك أطرافه راح تقل، و impaired judgment. كلمة impaired judgment معناها العقلانية وقابلية الشخص على تحكيم الأمور راح تقل، فالجاجمنت مالته راح يقل، معناه أنت بعد ما تقدر تاخذ رأي الشخص، يعني المريض من يقول لك هذا الجاجمنت مالته قليل، معناه قدرته على استنباط الأمثال وقدرته على تشخيص الأمور بصورة صحيحة راح تقل، فهذا المريض بعد ما تقدر تاخذ رأيه بأمر معين. البنزو شنو ممكن يسوي؟ قلنا البنزو ممكن يسوي انتيروغريد امينيزيا. انا حكيت لكم اياها سابقا، البنزو قلنا يسوي فقدان بالذاكره. فقدان بالذاكره اكو فقدان ذاكره كلي، اكو انتيروغريد واكو ريتروغريد. من نقول انتيروغريد امينيزيا معناه المريض ما يتذكر الشغلات الحديثه بس يتذكر الشغلات القديمه. شلون يعني؟
يعني مثلا هذا مريض صار لفتره ياخذ فاليوم دوزات عاليه فتره طويله، هذا ما يتذكر الاحداث اللي صارت قبل سنه وسنتين، ما يتذكر ايش متعشى، ما يتذكر مثلا فت حدث مهم قبل سنه سنتين، لكن هذا المريض يتذكر مثلا حرب ايران ايش وقت كانت، يتذكر احمد يتذكر البكر، يتذكر عبد الكريم قاسم الى اخره. فاذا هو الذاكره القديمه مضبوطه بس الذاكره الحديثه انضربت. فانصح له انتيروغريد امينيزيا اللي هي difficulty to remember the new information. الاوفر يوز اذا الاستخدام المفرط مع هاي الادويه ايش راح يسوي؟ قلنا يسوي ريفرسبل كونفيوجنال ستيت. قلنا يعني كونفيوجنال ستيت يعني شنو؟ يعني هذا الرجال الكبير بعد ما يعرف ابنه، ما يعرف زوجته، ما يعرف ولده، ما يعرف احفاده. An increased sensitivity to sedative drug is more common in patients with cardiovascular disease, respiratory disease, hepatic impairment. وهي احنا كلها حكينا. وايضا حكينا قلنا اذا patient عنده chronic pulmonary disease هذا راح يكون معرض الى شنو؟ راح يصير عنده breathing problem، فنقول يصير exacerbation بال breathing problem. اذا شو وقت؟ اذا اكو chronic pulmonary disease مثل COPD اللي هو Chronic Obstructive Pulmonary Disease وممكن بال Obstructive Sleep Apnea. ال Obstructive Sleep Apnea اللي يختصروها OSA وانا شرح لكم اياها قبل، هذا المريض من ينام راح يصير عنده أبنية. كلمة أبنية معناه راح يتوقف التنفس. ليش؟ لأسباب هواية من ضمنها ال Obesity المميتة. اكو فتشي نصلح له Morbid Obesity. اكو مريض سمين، اكو مريض اوفر ويت، او اكو كلش اوبيس، نصح له موربيد اوبيسيتي، يعني الاوبيسيتي اللي تؤدي الى الوفاه. ليش مره بالمستشفى شفت مريضه وزنها 250 كيلوغرام، يعني هاي حتى ما تقدر تكون خطيه، يعني شلون بالكرسي كبير ومتحرك ويشيلوها شيل، هاي موربيد اوبيسيتي. فهاي صار عندها اوبستركتيف سليب ابنيا بالاضافه الى مشاكل اخرى. ايضا بعد نقول with severe toxicity الـ respiratory depression from central action of the drug. قلنا يصير respiratory depression. أيضا يقول ممكن يصير aspiration of gastric content. شنو يعني aspiration of gastric content؟ هذا المريض اللي ياخذ الباربيتوريت أو البنزو لفترات طويلة راح يأثر على التون مال المصل وخاصة التون مال السفنكتر مال الصمام الموجود بين المريء والمعدة. تذكرون بالاناتومي مال جي اي تي اكو جاستريك سفنكتر، اكو جاستريك سفنكتر هاي تمنع رجوع الاكل من المعده الى المريض. هذا المريض راح يصير ريلاكسيشن، فالاكل راح يرجع من المعده الى المريض ومن ثم ممكن يدخل الى الجهاز التنفسي. فنتذكر انا شرحت لكم اياها سابقا، قلت لكم هاي نصيح لها اسبيريشن نيمونيا وهي جدا خطره تؤدي الى الوفاه. فيقول علاوة على ذلك respiratory depression ممكن يصير له complicated by aspiration of gastric content. ايضا قلنا يصير cardiovascular depression وهي حكيناها، وقلنا المريض اللي يصير عنده عجز تنفسي انا راح ادخله بمشكله جدا عويصه. المريض اللي يصير عنده respiratory depression انا وين لازم انقله؟ انقله لل RCU. ال RCU اللي هي respiratory care unit. ليش هناك يحطوا له جهاز مع التنفس يسوي له ميكانيكال فنتيليشن؟ هاي النقطه الاولى. بعد مينتيننس اوف بلازما فوليوم ورينال اوتبوت وكارديان فانكشن، هذول كلهم انا لازم اراقبهم حتى اراقب الفايتال ساين الفعاليات الحيويه مال المريض. اهمها انه اوديه للار سي يو حتى اسوي له ميكانيكال فنتيليشن، لان المريض راح يدخل بعجز تنفسي. المريض اذا يدخل قلنا اذا يدخل بعجز تنفسي اوديه للار سي يو واحطه على فنتيليشن، لان العجز التنفسي لحد الان هو العجز الوحيد اللي ما له علاج. مريض يوقف الجهاز التنفسي ماكو فد دواء يرجع يحسن الوظيفه، وانما نخليه على جهاز تنفس. المريض اللي عنده عجز كلى اكو ادويه هوايه ممكن يسوي غسل كلى. المريض اللي عنده عجز بالقلب اكو ادويه هوايه تفيده، لكن العجز التنفسي ما يفيده غير اجهزه التنفس. ممكن قلنا بنعطي بوزيتيف اينوتروبيك دراج. كلمه بوزيتيف اينوتروبيك معناها راح يزود الكونتراكتيلتي مال الهارت،
فممكن مثل الدوبامين هذا حتى نحافظ على الرينال بلاد فلو. انا ازود الكونتراكتيلتي مال الهارت حتى ازود الكاردياك اوتبوت مال الهارت حتى يوصل دم كافي الى الكليه حتى امنع الرينال فيلر وامنع الكاردياك فيلر. الدراج انتر اكشنز اوف باربيتوريت اهم واحد اللي هو شنو هو؟ راح نقول يا شباب انه هذا الباربيتوريت من راح يروح للليفر ايش راح يسوي؟ بالليفر اكو انزيم اسمه سايتوكروم بي 450. هذا الباربيتوريت ايش راح يسوي؟ راح يسوي بوزيتيف اندكشن، معناه هذا راح يحفز الفعاليه، هذا راح يزود الفعاليه مال هذا الانزيم. زين، اذا الباربيتوريت راح يزود الفعاليه مال هذا الانزيم، اذا هذا الانزيم ايش راح يسوي؟ راح يزود الميتابوليزم اوف اذر دراج، راح يزود الميتابوليزم اوف اذر دراج. من يزداد الميتابوليزم اوف اذر دراج ايش راح يصير؟ راح يقل الافكتيفنس مال هاي الادويه، راح تقل الافكاسي مال هاي الادويه. فاذا يا شباب على سبيل المثال خلينا نقول اكو شخص اخذ باربيتوريت، هذا الباربيتوريت راح يزود السيتوكروم اكتيفيتي، من تزداد السيتوكروم اكتيفيتي راح يزداد الميتابوليزم مال الادويه الاخرى واهمها الوارفارين. فاذا اذا مريض ياخذ باربيتوريت مثلا على سبيل المثال اللومينال اللي هو فينوباربيتال وياخذ بنفس الوقت وارفارين، هذا ايش راح يسوي؟ الفينوباربيتال راح يزود السيتوكروم، فهذا السيتوكروم من يتحفز راح يزود الميتابوليزم مال الوارفرين، فراح يزداد الميتابوليزم مال الوارفرين، فبالتالي راح تقل الفعاليه مال الوارفرين. بهاي الحاله انا لازم شو اسوي؟ لازم ازود الفعاليه مال الوارفرين، فشو اسوي؟ ازود الدوز مال الوارفرين. فانت من تنطي الفينوباربيتال او الباربيتوريت بصوره عامه لازم تزود الدوزات مال الادويه البقيه. يعني قبل ما توصف العلاج نقول لحد يجيب لي ادويتك، انت ايش تاخذ؟ اذا شفته ياخذ وارفارين، اذا شفته ياخذ ستيرويد، او اذا كانت فيميل تسالها على موانع الحمل، لان مثلا مريضه هي بعد ما تريد اطفال ومستقرين هيجي، انت انطيتها باربيتوريت وهي تاخذ موانع الحمل الاورال كونتراسبتيف. الباربيتوريت ايش راح يسوي؟ راح يزود الميتابوليزم مال الاورال كونتراسبتيف، فراح تقلل الفعاليه مال هاي الادويه، فممكن المراه تصير حامل وهي ما تريد، وهي راح تسوي لها مشكله انت. فاذا انت لازم تسال على هاي الامور، تسال المرض شنو ادويتك. فاحنا بهاي الحاله راح نزود الدوز مال الوارفارين او الدوز مال كونتراسبتيف الى اخره، هاي الادويه البقيه. ايضا الباربيتوريت ممكن يسوي اديتيف اكشن بالسي ان اس ديبرسنت، يعني انت اذا مريض ياخذ باربيتوريت راح يسوي ديبرشن بالسي ان اس، وهذا اذا كان يشرب وياها، اذا كان ياخذ انتي هيستامين او ياخذ اوبيويد، هاي كلها راح تزود السي ان اس ديبرشن. الصوديوم فاليبرويت هذا دواء يستخدم ايضا لعلاج نوبات الصرع. يقول الصوديوم فاليبرويت راح يزود الكونسنتريشن اوف ذا فينوباربيتون، فمن تنطيهم اثنيناتهم راح يزداد الدوز مالتهم اثنيناتهم، فممكن يسوي لك سايد افكت زياده. الفينوباربيتون يقلل الابزوربشن مال الجرايسيوفالفين، الجرايسيو من الجي اي تي، زين يقلل الابزوربشن، وبنفس الوقت الجرايسيوفالفين هنا موجود بالنقطه الاولى، فايضا راح تقل الافكاسي مالته. الجرايسيوفالفين هذا شنو هو؟ هذا دواء انتي فانجل، مضاد للفانجل انفكشن للفطريات، فممكن مريض عنده التهاب بالفطريات ياخذ هذا الدواء بس ما راح يستفاد. ليش؟ لان الفينوباربيتون راح يقلل الامتصاص مالته، وقلنا هذا راح يزداد الميتابوليزم فتقل الفعاليه مالته، فانا لازم ازود الدوز مال هاي الادويه. لهنا يا شباب انتهت محاضرتنا وشكرا جزيلا.